بس كلام. مع أول خبر لليوم، قصائد فاطمة مفتاح إلى اللغة الإنجليزية توزع عالميا. نتائج الدور الثاني لطلبة الشهادات قريبا. أيضا ثالث خبر اليوم، غات وتحدي الصحراء. اختتام مهرجان اللحمة الوطنية بأبو قرين. وكانوا هذو أبرز أخبار لليوم بأجندة ثقافية، ونمشوا مع أبرز التفاصيل. اختار اليوم المجلس الثقافي البريطاني الشاعرة الليبية الشاعرة فاطمة مفتاح لتترجم قصائدها إلى اللغة الإنجليزية ولتوزع من ثم عالميا خلال تنظيم ورشة لترجمة شعر في تونس. شارك أيضا في الورشة 5 شعراء من بريطانيا و10 شعراء من الدول المغاربية، ليبيا وتونس والجزائر وموريتانيا والمغرب، مواقع شاعرين من كل دولة مثل ليبيا الشاعرة فاطمة مفتاح والشاعر الشاب فرج محمد. وترجمت الورشة حوالي 40 قصيدة من العربية إلى الإنجليزية و15 قصيدة من الإنجليزية إلى العربية، وستنشر الأعمال المترجمة لاحقا في مجلة شعر لتوزع في بريطانيا ومختلف دول العالم. حلو، عجبني الخبر، جدا جميل. ان يختاروا شاعره من الشعراء، واكيد بما ان اختاروا الشاعره هذه الا ترجموا الشعر بتاعها والقصائد بتاعها فعجبهم، وليبيه شاعره ليبيه حسوا يعني. ان هو ليه نقولوا يوصل في الوتر الحساس، فهذا علاش قرروا ان هو الشعر بتاعها يترجم من اللغه العربيه او من اللغه الليبيه الى اللغه الانجليزيه. جميل جدا، جميل. ان شاء الله نشوفوا كل شعرائنا. نتمنى بالتوفيق صراحه التوفيق. شاعره فاطمه مفتاح، وهذه خطوه جميله جدا ان الشعر ليبيا يطلبوه إنه هو يترجم باللغة الإنجليزية. حلو، جميل. خبرنا الثاني لليوم هو وزارة التعليم في نهاية الأسبوع أعلنت عن أن حيكون النتائج إن شاء الله في نهاية الأسبوع لهذا، ونتيجة للي صاير في التعليم من تخبط في حراك واحتجاجات على يعني امتحانات المعلمين، ويبدو يديروا احتجاجات ويبدو يديروا اعتصامات، ولكن وزير التعليم أصر أن هو تكون في الامتحانات للمعلمين وتكون النتائج زي ما هي موجودة لتحديد مستوى الطلبة. فالنتائج يعني من خلال الخبر اللي جابته لنا خولة اليوم ان نتائج الشهادة الثانوية بإذن الله تعالى حتكون اليوم بالتحديد، ولكن في اي ساعة مش معروف، ولكن اليوم بالتحديد. واكيد على وعد FM حيكون لنا السبق في ان احنا نعطوكم نتائج الشهادة الثانوية للدور الثاني بإذن الله تعالى، وان شاء الله كلنا يكونوا من الناجحين يا رب العالمين، ومن جد وجد ومن زرع حصد بإذن الله تعالى. ثالث خبر اليوم هو أنا عجبني جدا الخبر هذا، ونتمنى أنه يكون مازال بيتكرر أو يكون مازال ما صارش منه، اللي هو يطاها تحدي الصحراء. 35 عائلة من طرابلس داروا تحدي أنهم هم يمشوا إلى الصحراء، بالضبط إلى مدينة غات لخوض رحلة التحدي، طبعا اللي نظمتها منظمة ليبية للرحلات السياحية. حلو، جميل. وتشمل الرحلة زيارة المناطق السياحية في المنطقة والصحراء، وأيضا تدرارت أكاكوس. حلو، جميل. وكانت متواصلة لمدة ثلاث أيام. نتمنى أن هم يعودوا يكرروها صراحة، أو أنها تكون مازال ما صارش منا مش نمشوا مع بعض. ضروري، أنا يعجبوا فيها الرحلات هي، خصوصا مع جروب ومع عائلات وهيك يكون هي حتى تنشيط للسياحة في ليبيا. أنا عجبتني إنها هي مش واحد ولا اثنين، 35 عائلة ليبية اللي شاركوا في التحدي هذا، إن 35 عائلة مشوا من طرابلس إلى الصحراء إلى الجبال إلى المناطق السياحية باش هم يكتشفوا سياحة بلادهم. طبعا تحية خاصة إلى للشركة أو للمنظمة لهذا التحدي اللي هي منظمة ليبيا للرحلات السياحية، وإن شاء الله نأخذ تفاصيل أكثر باش نعرف وش اسم المنظمة هذه. خبرنا لليوم اختتام مهرجان اللحمة الوطنية. هو طبعا اختتم المهرجان هذا برعاية الفرع البلدي أبو قرين ورابطة شباب منطقة الوشكة وأبو قرين وزمزم وبنجيم ووادي أبي حظي. حضر هذا المهرجان بمشاركات واسعة من الشباب من مختلف الأعمار، وداروا فيها ألعاب رياضية اللي هي الفردية والجماعية والمسابقات الثقافية وكرة القدم الخماسية والألعاب يعني الشعبية الأخرى زي تخطي الجرد، الكرة الطائرة
الطائرة، الكرة الرملية، فكانت يعني كرة التنس، يعني كان مهرجان رائع جدا، وكان أبرز ما قدم في هذا المهرجان اللي هو الشطرنج، لعبة الشطرنج اللي حظى بها الشباب يعني وعلموها للصغار، فكان جميل جدا هذا المهرجان. ونتمنى أن يا غزلان يكون المهرجانات هذه في كل مدن ليبيا، يكون صحيح. كل يوم مهرجان، كل يوم رحلات سياحية، كل مدة يكون في نشاطات، جددوا الأشياء. صح، جددوا الأشياء اللي هي اختفت يعني من قبل، نحاولوا إن احنا نجددوها مرة تانية. وهذا كلها من المنظمات، من وزارة الثقافة، من وزارة التعليم، الوزارة المفروض هم اللي يهتموا بالشيء. هو فعلا والله. أيضا في خبر جميل جدا، هو نهاية الموسم العام الدراسي في داروا اللي هو اختتام دورة تعليم الأطفال في اللغة الإنجليزية اليوم، كان اختتام جميل جدا، نظمت جمعية أطفال غدامس بالتعاون مع مكتبة الثقافة غدامس، وكان جميل جدا، تخرج دورة كبيرة للأطفال لتعليم اللغة الإنجليزية وتعليمهم الخط وتعليمهم الألعاب الذهنية وتعليمهم أشياء رائعة من الرياضات الذهنية، فكان في غدامس جميل جدا هذا، الأطفال اللي أعطوهم شهادات فرحوا بيها وصوروهم ونقلتهم العديد من القنوات، وكانت فيها 44 طفل وطفلة، واستمرت هذه الدورة لمدة شهر في غدامس باهي. وحضر الحفلة مدير مكتب النشاط والثقافة السيد أحمد مالك، وكان يعني يشجع الصغيرة هما ودعمهم ماديا ودعمهم بالهدايا ودعمهم بالشهادات. طفل لما تعطيه شهادة تعنيله، تعنيله يا صحيح. ولا شو رأيك؟ تعنيله هلبة، يعني حتى أنت تشجع على الشيء، هو تشجع إنه يتواصل حتى ولو كان دايرة إنه هو مجرد شيء زايد وخلاص، هو قاعد يلعب بالزبط. وخلاص، لكن لما تعطيه شهادة اللي هي حفزة حلوة معنويا جميلة طبعا. جدا يعني تحفزة معنويا، فأكيد إنه هو بيكررها وبيعاود مرة تانية وثالثة بشي ياخذ شهادات أكثر. مش بس كلام.